النصائح الأساسية لمرضى الربو بصفة عامة هو إنه يلتزم بالعلاج، ما ينساش علاجه، الجرعات، المواعيد، يلتزم بالنشاط المعتدل، يبتعد عن مسببات الحساسية ومهيجات الجهاز التنفسي. لو مسبب عارفه يبتعد عنه مؤكد، لو مش عارفه يبتعد عن كل مهيجات الجهاز التنفسي أو الحاجات اللي بيلاحظ إنها بتضايقه زي الدخان، التراب، الروائح النفاذة. ده بصفة عامة. لما نيجي في الصيام، فريض الصيام بالذات، هو الحالة المناعية في الصيام على المدى الطويل ودرجة جفاف الشعب الهوائية بتخلينا ان احنا في حالة اكثر عرضة لحدوث النوبات حساسية حادة او تدهور في الحالة اللي موجودة عند بعض الناس، وبالتالي ده ادعى ان هو اولا يعوض المية اللي فاتته في ساعات الصيام الطويلة في خلال الافطار من المغرب للفجر، وكذلك يبتعد عن المهيجات كلها لان مش عايزين نوبات تزيد فترة الصيام. واذا نصحوا طبيبه ان هو يفطر يبقى لازم يفطر. البخاخات تستخدم في مواعيدها، في بخاخات طويلة المفعول دلوقتي في رمضان، ولكن البخاخات بصفة عامة يمكن تناولها كل 12 ساعة، يعني إفطار وسحور، وربنا يتم بالشفاء بإذن الله.